القانون المالي يستفز الفلاحين ويفرض ضرائب على ممارسي النشاط. المادة 14 من مشروع القانون تثير حفيظة نواب الشعب وتصنع الجدل تحت قبة زغود يوسف منذ بداية مناقشة مشروع القانون وعقب إدراج ضرائب على مداخل النشاط الفلاحي وتربية المواشي حدها الأدنى 10,000 دينار. هذه ليست محفزة بقدر ما هي معيقة، وربما قد تجر غالبية الفلاحين إلى ترك هذه النشاطات بسبب هذه الضرائب. غرامات فلاحية أو أي ضرائب على المنتوج الفلاحي، وخاصة نحن في نقص كبير يعني، ولازم ما عندناش تغطية محلية لمنتوجاتنا الفلاحية، يعني مما كن تسطر الضرائب هذه يزيد ينقص عدد الفلاحين ومما يرجع سلبا على البلاد ويليه الاستيراد المادة المنقوصة من خارج الوطن. وحتى إذا كان استحداث هذه الضريبة من أجل تنظيم القطاع وتطهيره من الدخلاء، إلا أن مثل هذه الإجراءات حسب الأمين العام للفلاحين ستكون عاملاً لنفور العديد من النشاط ودخول القطاع الفلاحي بأزمات اليد العاملة. ونقدر نستغنى على هذه الضرائب لأن ضرائب لازم تكون محفزة. أما بالنسبة للفلاحين اللي هم كبار والكبير هو رب العالمين، هم في نفوسهم يطالبوا بالدولة بأنها تعاونهم في قضية الكهرباء، تعاونهم في المياه، تعاونهم كذلك في شق الطرقات. وحسب مشروع القانون فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط القيمة الحقيقية في عدد رؤوس المواشي لكل صنف موافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض ب50%. أما فيما يخص تربية الدواجن، النحل، الأرانب ومنتوجات استغلال الفطريات، والذي يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وإذا كان القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 12% من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن مجموع الإيرادات الجبائية لا تتعدى 0.03%. وبين رغبة السلطات في تنظيم القطاع واستهجان منتسبي هذا المجال، تبقى الأنظار مشدودة إلى تصويت البرلمان، إما بالموافقة وفرض جباية جديدة أو أزمة بالقطاع الفلاحي.